السنة دي بنحتفل بدورة 30 للمهرجان، والحقيقة الدورة 30 لها يعني شكل خاص وشكل مختلف ومتميز، بمعنى انه اذا كان المهرجان بالنسبة لنا اسبوع، احنا السنة دي المهرجان 17 يوم. طبعا مش هتبقى الفعاليات كلها 17 يوم، او ان احنا هنفتتح في يوم واحد ونقفل يوم 17، لا، احنا هنفتح يوم 10 عادي وهنقفل يوم 16 عادي برضو، لكن من يوم 10 احنا عندنا فعاليات شغالة على هامش المهرجان. بمعنى ايه؟ لأول مرة بنعمل في الإسكندرية مسابقة لأفلام شباب الإسكندرية، مشارك فيها 35 فيلم بتعرض في مركز الحرية للإبداع. هذه المسابقة لها شكل المهرجان لوحدها. بمعنى إيه؟ مش بس هي، في حاجات تانية كمان مفصولة معاها مش لوحدها، بحيث إنه إيه يعني ندي فرصة لنشاطات تانية في المهرجان. فالمسابقه دي بيشارك فيها زي ما قلت لك 35 مخرج ب 35 فيلم، لها جوائز من الجمعيه 16000 جنيه بالاضافه ل 10000 اخرى من 10000 اخرى من نقابه السينمائيين. اعتقد انه مبلغ مناسب جدا يعني بالنسبه للافلام التسجيليه والقصيره. ايضا خلال هذه الفتره دي هتبدا عروضها من يوم 1 ليوم 5، الفتره من 1 ل 10 عندنا ورشتين لشباب الإسكندرية أيضا، وهدية مجانية من المهرجان. الورشة الأولانية اللي هي ورشة الإخراج الفيلم القصير، ودي قايمة عليها وبيديرها المخرج سعد هنداوي. بنعمل معرض فني تشكيلي لشباب الإسكندرية بيستمر من يوم 1 ليوم 16. بنيجي بقى في المهرجان في الافتتاح بنعلن عن نتائج مسابقة الأستاذ ممدوح الليسي للسيناريو. الدكتور عمرو الليسي عامل مسابقة ومخصص لها جايزة 50000 جنيه لأحسن سيناريو جديد لشاب برضو. عايز أقول إن الشباب هم المسيطرين على المهرجان في هذه الدورة يعني. وبيرأس لجنة التحكيم الناقد الكبير الأستاذ علي أبو شادي، والمؤلف الأستاذ ناصر عبد الرحمن، والناقد السينمائي الأستاذ أحمد شوقي. دي جوائزها هتعلن في حفل الافتتاح. ايضا مسابقه شباب الاسكندريه للسينما هتعرض ايضا في حفل الافتتاح بالاضافه للتكريمات اللي هنعملها في المهرجان. الدوره زي ما انت قلت دلوقتي باسم الفنان العظيم الاستاذ نور الشريف، والحقيقه نور الشريف يستحق يعني ما هو اكثر، لانه فنان ملتزم مثقف واعي مدرك لدوره كفنان كبير وكنجم من خلال تقديمه لوجوه جديده سواء في التاليف او في الاخراج او في التمثيل. عشرات الممثلين تخرجوا من مدرسه نور الشريف، عشرات المخرجين ايضا، عشرات المؤلفين. فطبعا رجل بهذه القيمه وده بالاضافه لقيمه اعماله يستحق. ايضا عندنا في المهرجان احنا عاملين استفتاء لاختيار اهم 30 فيلم، احنا بنحتفل بدوره 30، فعاملين استفتاء لاختيار اهم 30 فيلم واختيار اهم اولا 30 سنه مهرجان 30 فيلم، في 30 ناقد اختاروا الافلام يعني. من محاسن الصدف برضو انه فيلم سواء الاتوبيس للاستاذ نور الشريف هو الفيلم الاول والحصل على اعلى الاصوات. ده بالنسبه للاستفتاء. كمان معانا طبعا في التكريمات معانا الاستاذ داوود عبد السيد، معانا الفنان محمد منير، معانا الفنانه ناديه الجندي. عايز اقول لحضرتك انه لاول مره في تاريخ المهرجان انا النهارده ماضي 100 دعوه ل 100 فنان. معانا طبعا في المسابقات المختلفه بقى اسماء كتير، يعني معانا نجوم كتير جدا موجودين في مسابقه في لجان التحكيم وفي الافلام والعروض وكده. أول فيلم اخترناه من الأفلام المصرية أعلنا عنه اللي هو قبل الربيع للمخرج والمؤلف أحمد عاطف، بطولة حنان ترك وهنا ومعهم أحمد وفيق. والحقيقة يعني فيلم من الأفلام المتميزة وأرجو أنه يعجب الجمهور. عندنا سكندرية يوسف شاهين 4 أفلام، عندنا الأستاذ شفيع شلبي عامل موسوعة البحر المتوسط بنعرض له مجموعة أفلام منها. عندنا ألان رينيه من فرنسا عامل له قسم خاص، معانا الجزائر ضيف شرف، الجزائر هي ضيف شرف المهرجان، ومنها موجود مرزاء علواش وموجود الناقد الكبير استاذ احمد بجاوي وعدد كبير من السينمائيين.
الحقيقه يعني المهرجان فعلا متنوع وفيه حاجات كتير جدا، في افكار كتير وفي مشروعات كتير، من ضمنها حفله الفنان محمد منير، من ضمنها طبعا في تكريم خاص للاستاذ نور الشريف هيتم، في ندوات هتتعمل للفنانين المكرمين، معانا من تونس ايضا المخرج الكبير طيب الوحيشي واخر افلامه موجود معاه، معانا ايضا تكريم، معانا ايضا من فلسطين المخرج هاني ابو اسعد، يعني معانا تكريمات عربيه كتير جدا، ومعانا الاستاذ محمد ملص برضه باحدث افلامه وتكريم ايضا. الحقيقه المهرجان وجبه دسمه ومتنوعه، لاول مره بنشتغل في مكتبه الاسكندريه افتتاح وختام، مكتبه الاسكندريه بتعرض لنا ايضا مسابقه اول مره بنعملها. مع كل الاحترام طبعا لمسرح سيد درويش، ساعته محدودة. مكتبة الإسكندرية القاعة الكبرى ليها، أولا شرف أنك أنت تعقد افتتاحك وختامك ومهرجانك في مكتبة الإسكندرية بالاسم العالمي والثقافة والفكر والقيمة الحقيقية ليها. القاعة 1700 كرسي، قاعة ما نحلمش بها، ثلاث أضعاف قاعة سيد درويش. الحقيقة كل حاجة بتقول أنه في لها في مسابقه عاملينها ايضا لاول مره، احنا عملنا قلت لك مسابقه الاسكندريه، في مسابقه ثانيه عاملينها للشباب، مش للشباب بقى هنا ولو للشباب البحر المتوسط، لانها في مسابقه للفيلم القصير، مسابقه البحر المتوسط للفيلم القصير دي اول مره بتتعمل في المهرجان، فيها 20 فيلم من 20 دوله ولها لجنه تحكيم خاصه طبعا، وهتعرض افلامها في مكتبه الاسكندريه.